بس. وانتم الحمد لله يعني تمثلون بلدكم وكنتم شباب اعمال كذلك، الفرصه متاحه لمثل بعضنا بعض الشباب الذي بيت بجوزي عبد الله ياتيني بليله. سمعت اعمال قد لازم الانسان يشتغل. نعم. يشوفوا اخواننا كلهم اشتغلوا واشتغلوا ترى ابونا في مجتمعات في خطاب وسابولا. يتخرج الواحد من معهد مهني براسه في وظيفه عليا. انت ابدا من الصفر. شوف عندكم رجال اعمال وزراء بداوا من الصفر. بعض مثلا بعضهم باع في الصفات يعني يبيعون بعض يكتب عليه النمله. شوف عن الراش يعني دريس يعني عن 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 الاكبر. بداوا من لا شيء. وصلوا له. احنا الحمد لله الفرصه متاحه اكثر. الحمد لله. شبابنا العمل في الدوله الاعمال الحره زي ما انتم تقولوا فيها مفتوح المجال، لكن ترى بعض شبابنا او بعض الشيب كلهم يبي يستوجب لرد يبي يشتغل عنده. والله لو شبابنا كلهم يشتغلوا في كل الاعمال. نعم نعم. طيب نعم نعم. الو الو نعم الو. هلا يا احمد، اهلا وسهلا. ايه ايه طيب 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 طيب. فلذلك اقول الحمد لله عندهم الان اللي يسيب شبابنا يبي راسه يتخرج من الجامعه يكون وظيفه عليها. نعم. اشتغل في الشيء المتاح لك. واحده واحده. جربت انا في الاماره وفي هنا كذا. يجي واحد الله حي عارف هلا ولا يعني اشوف ظروف ولا شيء. يكون في مرتبه سادسه يقول لها هذه ثامنه. انت محمد في اي مرتبه جيت؟ السادسه الله يسلمك. السادسه؟ اي نعم. طيب. اخوانك اللي قبل نفس الشيء؟ كلهم السادسه الله يسلمك. السادسه ممكن يا احمد. نعم. بعدين اي احسن. لكن الوظيفه انت تثبت وجودك وتمشي فيها او بس كذا الواقع الحمد لله ويسر الله عليك. من اول يشتغل اي شيء عشان ياكل لقمته. نعم. الحين يجي بيته هلا امه ولا ابوه ولا اخته ولا عمه ولا خاله ويصلح وياكل. العمل والله لو اشتغلوا شبابنا في كل الاعمال وشاباتنا اللي يمكن موفر 80% من العمل الاجنبي. انا خبر من صغار كانوا في البيوت مسجلين ايش؟ ايش؟ في البيوت